السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ اليوم آخر شابتر عندنا في هذا الفصل الدراسي إن شاء الله، اللي هو بتحدث عن سيراميك ماتيريالز من ناحية الابليكيشنز اند البروسيسنج. الأوتلاين تاع الشابتر هذا نتحدث عن أنواع السيراميكس اللي هو الكلاسيفيكيشن تاعهم، الابليكيشنز، وهذا المجال واسع جدا، الابليكيشنز اوف سيراميكس، the fabrication and the processing of ceramic materials. يعني الصور هاي بدي اقفز عنها، يعني you can look at them تكبير وكيف المورفولوجي of the material how it looks like. Classification في هذا التصنيف، في تصنيف ابسط منه بعد شوي بنشوفه. السيراميكس بيصنفوها الى اسماء، مثلا عندي ما يسمى بالجلاسس، عندنا الكلايز اللي هو الصلصال بالعربي، ريفراكتوريز اللي يستخدموا في العزل الحراري، ابريسيفز يستخدموا في الكاتنج زي ورق الصنفره، السيمنتس اللي هو في من الاسم زي مثل ماده الاسمنت، الكاربونز هاي بعد شوي صغيره بنشيلها، والادفانس سيراميكس اللي هم بيكون لهم انجينيرنج ابلكيشنز. طيب الجلاسز مثلا اللي هم زي الجلاس اللي بنعرفه، الزجاج اللي بنعرفه، الكلي برودكتس، في مثلا الوايت ويرز اللي هي الفخاريات، الصحون، صحون السيراميك مثلا، الريفراكتوريز، السيليكا مثلا تستخدم في العزل الحراري بتحمل حراره عاليه، الاسمنت معروف، الابريسيفز اللي هي في مقاومة للخدش برضو معروف، الكربون ما كنا عشان نتحدث عنه بس تحدثنا عنه في المحاضرة السابقة، والأدفانس سيراميكس هذا هو يعني اللي بيخلي فيه متعة في هذا الموضوع اللي هو الابليكيشنز الواسعة للسيراميكس. Properties تاعت السيراميكس بشكل عام، melting point for glass is moderate but large for other ceramics، هذا بالنسبة للجلاسز. Applications بشكل عام، high temperature, wear resistant, novel uses for charge neutrality and so forth. Fabrication of glasses and other ceramics حنشوفهم بالتفصيل بعد شوي. طيب نيجي على الابليكيشن الكلاسيكي بتاع السيراميكس واستخدامه كعازل حراري، refractories. Refractories هذا الجزء الاول تاع اي فرن من جوا، اللي بيكون مواجه للحراره تاعت الفليم اللي هو اللهب اللي عم بيحترق، تكون حراره فوق ال 1000 درجه. And you need a material to use in high temperature furnaces فوق من 1000 درجه سيليزيوس وطلع، بالتالي الكثير من المواد ما بتنفع، فبنلجا للسيراميكس. Consider silica مثلا، السيليكا الومنا فيز دايجرام اللي موجود امامنا تحت هون، لما نيجي نطلع عليه بنلاحظ وين في عندي ليكويد، معناها يو هاف تو افويد الفيز اللي فيه ليكويد. مثلا اذا كنا عنده هون مثلا 0% الومنا، 100% الومنا، الالومنا عشان استخدم الومنا لحالها، لاحظوا الميلتنج بوينت تاعتها حوالي 1900، فبالتالي اذا بدي استخدم الالومنا لحالها اوكي اب تو 1900 بدك تنزل طبعا عنها، مش معقول توصلها للليمت. هلا في شيء اسمه المونلايت، المونلايت اللي هو الفيز اللي بالازرق هون، هذا هو مونلايت وهو خليط من 3 الومنا 2 سيليكا، هيك بتيجي الخلطه بتاعته، تركيبته هيك بتيجي. لاحظوا المونلايت برضه لحديت 1900 ما في مشكله فيه، لا بس ايش بده يكون الكومبوزيشن ضمن الرينج اللي ما يدخل على اليسار هون، لانه اذا الكومبوزيشن دخل شوي صغير في هاي المنطقه مش راضي يعلم معي. اوكي معلق السيستم، نهله له ثواني بس لبين ما السيستم يفك. اوكي الان اذا الكومبوزيشن بعد عن هذول الليميتس، يعني دخلنا في هذا المكان مثلا في هذا الزون صار في عندي ليكويد، معناها انصهر الجزء منه، انصهر وبالتالي خرب كريفراكتوري ماتيريال. الكريستوبالايت في المقابل لاحظوا لو تمبريتشر، اوكي هذا بيجي واحد بيقول طب هاي في عندي كريستوبالايت، هو بقول له اه بس في معه ليكويد،
طالما في معه ليكويد معناها بطل ينفع كريفراكتوري، لازم انزل تحت هاي الحراره عشان ضمن الكومبوزيشن هذا، ضمن هذا الكومبوزيشن لازم يكون تحت هاي الحراره. بدي اطلع لحراره اعلى لازم ازيد الكومبوزيشن تاع الالومنا، بس الالومنا فيها مشكله انه سعرها غالي مش رخيصه، وبالتالي اذا انت فيك يعني تستخدم السيليكا بدل الالومنا يعني بتوفر حالك. في انا حاعطيكم اكسر وظيفه بشكل اكسرسايزز يعني لا تسلموها، وبطلب في الوظيفه انك تحدد على اي حراره تستخدم الريفراكتوري ماتيريال، مجموعه من الماتيريالز. من الابلكيشنز تاعت السيراميكس اللي ما يسمى بالداي بلانكس. الصوره اللي عندنا الان هذا يعتبر وات وي كول داي بلانك. شو يعني داي؟ داي يعني زي قالب. كيف يعني قالب؟ هاي عندي مثلا ماده بدي اياها تاخذ الشكل اللي موجود هون، هذا الداي، الداي بيكون شكله بهذا الشكل او هيك او هيك، وبالتالي بيكون في فتحه في النص. هاي الفتحه اللي في النص لما بتيجي تحشر الماده هاي منه بتطلع ب ب بالمقاس الداخلي والخارجي اللي موجود امامنا هون، وبالتالي بزبط معنا. هلا هذا الداي، هاي هذا الداي اللي هو زي القالب مرات بنسميه، لازم يكون very hard، والا اثناء عمليه البريسنج بنشطب بنكسر بنشحوط، فبالتالي لازم يكون tough and يعني hard and strong. طيب من الابلكيشنز تاعت السيراميكس اللي يستخدموها في الكاتينج تولز، اذا بتشوف هاي زي صينيه صاروخ عندنا، وهاي حفاره، اوكي هاي حفاره ابار مثلا، بيكون السيرفس الخارجي تاعها ملبس بمواد من مواد السيراميكس، تحديدا بيكون دايموند، بس مش دايموند تاع المجوهرات، لا هذا دايموند تاع الصناعه، بيكون باودر كوتيد دايموند، حكينا عنه بالزمانات. من الابلكيشنز تاعت السيراميكس بيستخدموها كثير بالسنسورز، وتحدثنا في المحاضره السابقه كيف انه مثلا اذا بده يجي عندي مثلا هذا زيركونيا، الزيركونيا اللي هو زيركونيوم اوكسايد، الاكسجين هو الازرق والزيركونيوم هو الاحمر. هلا اذا بيجي كالسيوم بحل محل الزيركونيوم فور تشارج نيوتراليتي، لازم اكسجين يطير، لازم في اكسجين بده يطير، والا بصير التشارج عندي فيها خلل، فبالتالي بصير في عندي بوروسيتي، فبصير الاكسجين يمشي خلال السنسور. الميكانيزم لهذا الحكي يو كان ريد اباوت ات، بس الفكره هون انه السنسورز الغاز سنسورز العنصر الحساس فيه اللي بحس في بالكونسنتريشنز اند سو فورث مصنوع من مواد سيراميكس. هلا احنا حطينا التصنيف هذا فوق، الان بدنا نفوت we will have a short description of the above types اللي هم الجلاسز الجليز الريفراكتوريز الابريسيفز السيمنتس والادفانسد سيراميكس. جلاسز وهي من اهم انواع السيراميكس، هذا الجدول من الكتاب تاعنا بعطينا الكومبوزيشنز اند كاركترستكس اوف سم كومن كوميرشال جلاسز. في شيء مثلا بسموه فيوزد سيليكا، من عمليه تقريبا بيور سيليكا. البايركس اللي هو ما يسمى البوروسيليكات، في بيوتنا البعض عندنا نوع من انواع مش طنجره وانما زي صينيه تنحط بالفرن وهي زجاج، كنا نستغرب احنا صغار كيف تحط الزجاج جوا الفرن، ما هو بنصهر بخرب بنحرق كذا الى اخره، لا هذا بكون مصنع من علميا ماده بنسميها البوروسيليكات، الاسم التجاري تاعها بايركس. بجوز بعضكم الان يتذكر في عندنا صينيه بايركس، هاي بنحطها بالفرن او على النار على اللهب، يعني بتتحمل حراره اللهب ما عندها مشكله. من المواد التجاريه اللي بتسمعوا فيها كثير اللي هو ما يسمى بالفايبر جلاس، which is عباره عن هذا التركيب تاعه في الفايبر جلاس، 55% سيليكا، 16% كالسيوم اوكسايد، 15% الومنا، و10% بورون اوكسايد، في شويه مغنيسيوم اوكسايد، يعني خليط من مجموعه مواد. اوكي هاي الخلطه ايزلي درون يعني بنسحب بشكل خيطان، ومن هون اجى كلمه فايبر. خلينا نتابع الجلاس ستراكشر. طبعا تحدثنا بالمحاضره السابقه عن السيليكيت وكيف انه لها عده ستراكشرز، حوالي 4 أو 5 ستراكشرز.
كلها مبنيه على اساس التتراهيدرون ستراكشر للبوروسيليكيت. هلا الجلاس ممكن يجي امورفس زي هذا هيك الان امورفس، وممكن يجي كريستالين. اوكي الكريستالين جلاس زي الكوارتز، والامورفس جلاس يعني اسماءه كثيره، المشهور بينها ما يسمى بالصودا جلاس، بيكون فيه صوديوم معه، ضعيف هذا، هذا طبعا اقوى، بس طبعا كل شيء بيجي بسعره. من الصفات تاعت الجلاس موضوع الميلتينج والفيسكوسيتي اند سو فورث، ايه مطلوبه في الفيسكوسيتي؟ مطلوبه لانه في التشكيل للزجاج او المواد الزجاجيه بتنصهر، بدك تصهرها، ولما تنصهر بصير ليكويد، فبصير موضوع الفيسكوسيتي مهم عندنا في التشكيل. فبعد ما تصهر الان بتاخذ منها whatever you need من الزجاج المصهور، وبتبدا تبرد فيه شوي شوي وتشكله اثناء عمليه التبريد. فبفرق اذا كان عندك هو حيكون من نوع كريستالين ولا اذا بده يكون نوع امورفس، على موضوع التغير في السبيسيفيك فوليوم، اذا كان عندك سيمي كريستالين او كريستالين، واذا كان عندك امورفس. هذا الحكي ناقشناه برضه في محاضره سابقه، هاي نفس الكلام هذا، بس اللهم زياده عليها حاطين الامبيوريتيز اللي بتكون موجوده في الزجاج وكيف بتاثر على الفيسكوسيتي. طيب تسمرايز موضوع الزجاج في مجموعه من الحرارات، مهم نكون عارفين التعريف تاعتها. الميلتينج بوينت كلياتنا بنعرف شو يعني ميلتينج بوينت، كوريسبوندز تو ذا تمبرتشر ات ويتش ذا فيسكوسيتي از 100 واز، هذا بالنسبه للجلاس. ميلتينج بوينت للزجاج بنعتبرها التمبرتشر ات ويتش الفيسكوسيتي بيكمز 100 واز. 100 واز يعني 100,000 سنتيبواز، انتم فاميليار بالسنتيبواز. الوركينج بوينت ريبريزنتس ذا تمبرتشر ات ويتش ذا فيسكوسيتي از 1000 بواز. The glass is easily deformed at this viscosity. في بسموه إشي softening point أو soft point. The viscosity بتكون 4×10^6 بواز، 4 مليون. Is the maximum temperature at which a glass piece may be handled without causing significant dimension alterations. في عنا the annealing point. Viscosity is 10^12 بواز. At this temperature, atomic diffusion is sufficiently rapid that any residual stresses may be removed within about 15 seconds. إلى آخره. والstrain point. نيجي على الكلاي. الكلاي اللي هو الصلصال structural. الكلاي له استخدامات كثيرة تجارية. يعني هو يستخدم في الوايت ويرز اللي هي زي الفخاريات وصحون السيراميك. والstructural clay اللي هو في مواد البناء. الريفراكتوريز تحدثنا عنها في بداية المحاضرة هاي، ذكرنا انه الريفراكتوريز لها علاقة بالعزل الحراري. اوكي. وهو مش مذكور الحرارة اللي ممكن نطلع لها، بس هاي كلها عبارة عن مواد تستخدم في الصناعة في العزل الحراري للأفران. من الاستخدامات تاعت السيراميكس، تاعت سيراميكس انه بيستخدموها بالابريسيفز اللي هي في مواد السنفره، لما بدنا نحف حديد بنجيب ورق سنفره، ورق قزاز بنسميه حتى الاسم التجاري تاعه عندنا في الاردن، وبنحفه. كيف ورق قزاز بياكل بنحفه، يعني بناكل بالحديد بنطفه، يعني بياكل في الحديد، فهو هاردر ذان ستيل. من المواد المستخدمه في الابريسيف السيليكون كاربايد، تنجستن كاربايد، ماده الالومنا. نيجي على الاسمنت. الاسمنت طبعا الاسمنت سيمنتس انواعه كثيره، اشهرها الاسمنت اللي مستخدمه في البناء اللي هو ما يسمى بالبورتلاند بورتلاند سيمنت، هذا الاسمنت تاع اللي مستخدمه في العمار. في مشكله بالسيستم عم بيعلق عندي. هذا ال الاسمنت اللي يستخدم في العمار. اوكي. في تصنيعه بنطلع لحرارات مرتفعه 1400 درجه سيلسيوس. اوكي. بنجيب الكلي وماده بسموها اللايم اللي هو كالسيوم كربونيت، والكلي عباره عن سيليكيت ماتيريال. هذا الكلي. اوكي. وبنضاف له بخار ماء. بصير عندنا طبعا حراره، هذه هاي الحركه الثانيه الهايدريشن. اوكي.
الاسمنت، الاسمنت هاي التركيبه تاعته كالسيوم صلفيت وفي معه باوند H2O. لما بنخلطه بمي بصير هاي، لما نخلطه بالماء هاي، هذه لما بدنا نستخدمه في المباني، لما بدي اعمر بخلطه بمي فبتتشكل هاي الماده. هاي الماده هي اللي بتخلي المواد البلوك مع البلوك يمسك. السيستم برضو ما زال عم بيعلق معي. طيب ادفانسد سيراميكس، هون دخلنا بالاشياء الممتعه في السيراميكس. And this is where the money is. الفلوس هون، اللي هو بتتذكروا المثل تاعنا ما صغر حجمه او ما قل وزنه وغلى ثمنه، هون دخلنا في هاي المواد. مثل ما يسمى بالمايكرو الكترو ميكانيكال سيستمز، اختصروها MEMS او الميمس. اوكي هذه طبعا هاي مثلا شكلها زي جير الى اخره، مسننات ومسننات. طيب شو يعني؟ لما هاي معناها تطلع على الزاويه التحتانيه للمقاس، هاي 10 مايكرو، عفوا 100 مايكرومتر. 100 مايكرومتر يعني 1 على 10 من من المليمتر. هاي هيك 1 على 10 من المليمتر، فبالتالي هاي كلها على بعضيها بجوز تطلع لها ميلي، 1 مليمتر هاي اللي احنا شايفينها بالثقوب والتفاصيل هاي. المهم ممكن يستخدم السيراميكس في الاوبتيكال فايبرز، سيراميك بول بيرينجز اند سو فورث. ادفانس سيراميك ابلكيشنز بالهيت انجنز. هلا شو الهيت يعني؟ من مشاكل الانجنز بشكل عام موضوع الحراره، ولانه الحراره بتعمل لنا ليميتيشن على الانجن، وبالتالي بصير بدك مواد تتحمل حراره. هلا مشكله المواد سيراميكس او ادفانتج بتتحمل حراره بس برضه مش سترونج، يعني ممكن تكسر معنا، اللي هو موضوع هاي البريتري. اوكي difficult to machine، يعني زداجه اخرطها ما بتنخرط معي بتنكسر. too easy to have voids which weaken the engine. بس لها advantages، ال two major advantages تاعتها اللي هم موضوع you can run at higher temperature، وموضوع الكوروجن resistance. اوكي and so forth. طيب من الابلكيشنز تاعت الادفانس سيراميكس، هذا ندخل في قضايا عسكريه هسه، بيستخدموه في الارمرز، الارمرز في الدروع، يعني في تصنيع الدروع. بتشوفوا الشرطه مثلا بالافلام بكونوا لابسين زي صدريه، اذا انطخ عليها مثلا الرصاصه بتفوت بالصدريه بس ما بتخترق على الجهه الثانيه. فمن ايش مصنعه هاي الصدريه؟ من سيراميك ماتيريالز. في عندنا الدكتوره نسرين عبد العال في قسم الهندسه الميكانيكيه، جيران كانت في الطيران، بتشتغل في مثل هيك شغل، بتصنع عندها في المختبر، يعني بتعمل دراسات على الارمرز هاي اللي هي مقاومه للرصاص. من الادفانسد ابلكيشنز اوف سيراميكس موضوع الالكترونيك باكجينج، بدي اقفز عن هذا الحكي لانه ما بضلش معنا وقت كثير. الفابريكيشن، كيف هاو دو وي فابريكيت اند بروسيس سيراميك ماتيريالز. بشكل عام في عندنا وات وي كول جلاس فورمينج بروسيسز، عندنا بارتيكليت فورمينج بروسيسز، وعندنا السيمنتيشن بروسيسز. هلا الجلاس فورمينج شبيه بالورش تصنيع الزجاج، في طريقه البريسنج البلوينج الدروينج والفايبر فورمينج. البارتيكليت فورمينج تكنيكس، في عندنا الباودر بريسنج، الهيدروبلاستيك فورمينج، سليب كاستنج، تيب كاستنج اند سو فورث. نتعرف على معظم هذا الكلام. نيجي للجلاس فورمينج. الجلاس فورمينج يعني المواد اللي شبيهه بالزجاج. بنجيب المصفور تاع الزجاج بسموها جوب، بتنحط جوا قالب هي عبد، بيجي بعدين القالب له شكل معين، تيجي هون مكبس بكبس لجوا بفضل، يعني بتضطر، فبالتالي بتنحشر الزجاج وبتاخذ الشكل من جوا، الشكل تاع المكبس، ومن برا شكل القالب. البلوينج بتجيب الجوب هذه بتحطها بتسكر عليها، بعدين بتدخل ابره، ابره بتدخل كومبريست اير وبتنفخ فيها، شبيه بالبلوينج للبوليمرز لما كنا نتحدث عن صناعه العبوات البلاستيكيه للبوليمرز. الفايبر دروينج بيكون عندك المولتن جلاس هون وله فتحة صغيرة من تحت، وبتبدأ أنت تسحبه، وأثناء عملية السحب في هذا المكان بيكون في عملية تنشيف له، بحيث أنه يتحول من ليكويد إلى سوليد.
هذا نفس الكلام السابق بالصورة الثانية، وهاي كيف بيصنعوا الشيتس شبيه بالفايبرز. الهيت تريتنج للجلاس، الزجاج بيطلع فيه عيوب بالتصنيع، فبالتالي بيعملوا له انيلينج. شو الانيلينج؟ It removes internal stress caused by uneven cooling rate between the surface and interior regions. معنى آخر، تتذكر الهيت تريتمنت تاع المعادن لما قلنا بيكون في عندي ريزيديا والستريسس نتيجة الطعج وإلى آخره على الحرارة أثناء التشكيل، فبنحطه بفرن بنسخن، وبالتالي هاي الستريسس من يعني وي ريموف ذم، هاي بسموه الانيلينج. والتمبرينج شيء شبيه فيه، يو بوت ذا سيرفيس اوف ا جلاس بارت انتو كومبريشن. اوكي، يعني هاي جاي كلمتين تمبريتشر وبريشر، يعني يو ابلاي انرجي يو هيت وايل يو ار بريسنج ات ذا سيم تايم، برضو تو ريليف العيوب اللي موجوده في الجلاس. سيراميك فابريكيشن ميثودز، نيجي على ما يسمى البارتيكولات فورمينج. هذا شبيه بالبلاد الصغار لما بيلعبوا بالطين، بيحط مي على الرمل او التراب بصير عنده زي الطين، اذا بحط رمل مي كثير عليها بصير تلوك، فبحطها جوا قالب اوكي، وبعديها بقلب القالب فبتاخذ شكل القالب. الان بيعتمد، وخلي الماده او البرودكت اللي طلع معنا ينشف زي هاي مثلا، خليه ينشف، ممكن يكون مليان زي هيك، ممكن يكون مفرغ زي الجره لما تكون مفرغه او بعض الفخاريات القديمه. الكلي كتركيب يعني ميكسر اوف كومباوندز يوزد، زي ما عندك يكون 50% كلي، 25 فيلر مثل الكوارتز، 25% مثلا فلكسنج ايجنت زي الفيلز بار او فيلز بار، بيكون ات باينز الكلي توجذر، يعني زي كانه الماده الصمغيه اللي تمسك الكلي بارتيكلز مع بعض. خلينا نمشي لانه ما ضلش معي وقت كثير. هذا السليب كاستنج، وهي الدراينج، كيف انك بتبخر عاده الماء، بكون الليكويد اللي بين البارتيكلز هو الماء، والتسليب بعديها بتنشفوا شوي شوي. بالصناعه الكلاسيكيه الفخاريات لما بيعملوا العجينه تاعت الفخار الصلصال، بتاخذ شكل الفخاره بعدين بتركها بالشمس تنشف، اوكي، بكون في معها مي عشان يعرف يشكلها، بعدين بتركها في الشمس تنشف، او اذا بدنا نشتغل شغل تجاري بنحطها بفرن عشان تنشف. طيب هلا هذه مهمه، هاي موضوع السنترينج. بالسنترينج البارتيكلز لما جبنا باودر مثلا صم سيليكا باودر، الباودر بيجي بشكل بارتيكلز، هلا بنحط الباودر في قالب وبنكبس، لما بنكبس اعلى بريشر ممكن توصل له بكون هو البارتيكلز لامست بعضها بس مش ملتصقه ببعض، اوكي، متحجري بس مش ملتصق. عشان يلتصق لازم هاي السيرفيس هون تفوت على بعضيها، يعني لازم يصير في عندي ديفيوجن. عشان يصير في ديفيوجن شو بنسوي؟ بنرفع درجة الحرارة، طبعا في عندي بريسنج عشان البارتيكلز تكون متماسكة، وبعدين برفع درجة الحرارة بصير في عندي ديفيوجن. لما بصير في عندي ديفيوجن البارتيكلز بتدخل على بعض، ومع الزمن بصير عندي بارتيكل أكبر، بس في بالنص عندي بضل في فراغ، هذا هو البور. اوكي، من هون بيجي ليش كثير من السيراميك ماتيريالز بتيجي بورس، لها بوروسيتي. بيجي بورس البريسنج، فبالتالي عمليه الشبك البارتيكلز ببعض وبننتهي باللارجر بارتيكل بس بضل في بورز، هذه اللي نسميها السنترينج. التيب كاستنج اللي هو الشيتس، كيف بصنعوا الشيتس تاعت المصنعه من السيراميكس، زي الشيتس تاعت الالكترونيك بوردز، اللوحات الالكترونيه. اوكي، اخر واحد اللي موضوع السيمنتيشن، حكينا عن الاسمنت وتصنيع الاسمنت وكيف لما نضيف مي بتفاعل تفاعل كيميائي وبيمسك الان المادتين اللي اجى الاسمنت بيناتهم. To summarize، the basic categories of ceramics هم الجلاسز، الكلايز، الريفراكتوريز، الابريسيفز، السيمنتس والادفانس سيراميكس. Fabrication techniques عندنا الجلاس فورمينج، وعندنا البارتيكيوليت فورمينج، وعندنا السيمنتيشن. والهيت تريتمنت it is used to alleviate residual stresses اللي بتنشا اثناء عمليه الكولينج.
و produce to use to produce fracture resistant compounds by putting surfaces into compression. هذه آخر سلايد عندنا اللي هو suggested problems واللي أنا حطتها بشكل assignment بس I will put it on the e-learning بس do not submit just for you to practice on. يعني مش مسائل كثيرة هذا الشابتر يعني more of a technology than a science باستثناء refractories والmelting points تاعتها على أي حرارة ممكن نستعملها. طيب وهيك بنكون انهينا this chapter وبنكون انهينا هذا الكورس على خير ان شاء الله. كل عام وانتم بخير, رمضان كريم وان شاء الله فايتين على العيد والامتحانات النهائية حسب الاعلان تاع الجامعة بعد العيد. هيكون في عنا كويز غدا ان شاء الله الساعة 2:30 اتفقنا, واحتمال أنزل لكم لقاء صغير قبل الكويز عشان أشرح لكم عن طبيعة الكويز كيف بتكون عشان أوفر عليكم وقت من الكويز بدل ما تقعد تقرأ الكويز كيف شكله. فأنا بوفر عليك بلتقي معكم أبو 10 دقائق قبل الكويز بنزل إعلان في موعد اللقاء حيكون يا الساعة 2 أو 2:15 إن شاء الله. فالسلام عليكم, سامحونا.